على بركة الله. أيها الإخوة المتابعون، تتواصل انطلاقات اليوم، تتواصل الانطلاقات، وأتواصل أنا وزميلي محمد بن بريك بهذا الانطلاق المميز من ميدان التحدي، حيث يتواصل أبناء القبائل اليوم في تقديم اللقاية والاستعداد المبكر للمهرجان الكبير. غياض ينطلق في مقدمة الشوط، راشد بن علي بن مقارح المري. على المركز الأول ويليه بالمركز الثاني مثل ماجد بن محمد بن حلفان المري محتلا للمركز الثاني، وشعار بن حبيبة على المركز الثالث. هذا الدكتور ملحان بن راشد بن حبيبة المري مع المركز الثالث يقدم هذا الشعار. على المركز الثالث ورابع المراكز، رابع المراكز وجود شاهين خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. المركز الخامس صغان سهيل بن محمد بن حطم العامي. خمسة أسماء، خمسة أسماء، هذه الأسماء المتقدمة. ولكن بعد الخمس، بعد الخمس بنذكر أفضل توقيت، بنشوف أو أفضل توقيت يقدم لنا مخرجنا أحمد السادة على شاشة قناة الريان، اللي هي نشوى اللي فازت بالشوط الماضي. الشوط الماضي يا أحمد، الشوط الماضي شعار محمد بن خليفة الرميثي أمامنا على شاشة قناة الريان. 7:43، 7:43، أربع أجزاء من الثانية. محمد بن خليفة المهيري هو مالك نشوى الفائزة بأفضل توقيت حتى هذه اللحظة. هناك 25 شوط، بنشوف يمكن يتغير التوقيت أم يصمد مع هذا الاسم، مع شعار المهيري. نتمنى التوفيق للجميع، عموما الناموس هو المطلب، والتوقيت هناك مع خط النهاية سيعلن من سيحصل على التوقيت الأفضل. هذا الشعار بن حلفان مثل على المركز الأول. ماجد بن محمد بن حلفان المري محتلا للصدارة، منطلقا في صدارة الشوط. صوغان على المركز الثاني من الجانب الآخر، أحد ضيوف الميدان سهيل بن محمد بن حطم العامري. والمركز الثالث تقدم لاسم جديد هملول، محمد بن سالم بن عتيق العطوي مع المركز الثالث. والمركز الرابع، المركز الرابع شعار بن حبيبة ملحان بن راشد بن حبيبة المري. وخامسا يحتل غياض راشد بن علي بن مقارح المري. خلاص المراكز الخمسة مرة أخرى، الخمسة كيلو اليوم، الخمسة كيلو ورقص اللقاية. أبناء القبائل يقدمون أجمل وأطيب ما لديهم اليوم، وهذه الشعارات الحاضرة في ميدان التحدي، في ميدان التحدي في أسبوعنا التاسع ضمن هذا الموسم، موسم 2013-2014، حيث بدأنا في شهر 9 تقريبا ونحن نستمر على هذه المسلسلات من الناموس ومن الأشواط التي قدمت من خلال الدعم اللامحدود من سمو سيدي أمير البلاد المفدى لهذه الرياضة العربية الأصيلة، ونجاحاتها المستمرة في ميدان التحدي وفي ميدان البصير. أيضا لا ننسى ميدان البصير يحمل شعارات مميزة، يحمل انطلاقات مميزة. الآن يركضون في ميدان البصير 10 أشواط، رصد أشواط رصدت لسن اللقاية إضافة إلى 25 شوط هنا في ميدان التحدي. يا سلام يا سلام، انطلاقات مميزة. هذا هو صوغان سهيل بن محمد بن حطم العامري مع المركز الأول. المركز الثاني مثل ماجد بن محمد بن حلفان المري مع المركز الثاني. المركز الثالث، هذا هو اللي بالمركز الثالث، هملول محمد بن سالم بن عتيق العطوي مع ثالث المراكز، أحد ضيوفنا من المملكة العربية السعودية، وأيضا فرج بن حماد حاضر اليوم. فرج بن حماد يتابع هذا الانطلاق، يتابع، يأمل ويطمح في تحقيق ناموس، يأمل أن يحقق الناموس اليوم
أبناء تبوك، أبناء تبوك حاضرين، الله يوفق الجميع. المركز الرابع، شوف المركز الرابع، شاهين خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، وخامسا مبهج، ديروا بالكم من مبهج، صالح بن حمد بن قمر المري. خلاص الكوع الأخير، دخلنا الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير، الأخير الأخير، انطلقنا مع الناموس، انطلقنا مع الناموس. هذا هو صوغان يسير في صدارة الشوط، ينطلق. ركز لي على صوغان، ركز لي على ركزوا لي على صوغان. سهيل بن محمد بن حطم العامري مع المركز الأول، مع الصدارة، أبناء العين، أبناء العين، مع هذا التحدي ومع هذه العروض المميزة اللي يقدمها، اللي يقدمها صوغان. دماء، دماء صوغانية أصيلة تقدم وتبدع في هذا اليوم، تبدع في هذا اليوم. هذا الشعار بالحطم يفوز معنا في هذا الشوط، يفوز في هذا الشوط ليحقق الناموس ويهدي السلام لأبناء العين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، محملا الناموس إلى العين مباشرة، إلى العين، إلى العين. تهانينا والناموس لمالك صوغان سهيل بن محمد بن حطم العامري. المركز الثاني، هذا هو هملول لمحمد بن سالم بن عتيق العطوي. المركز الثالث، الباسل فهيد بن سالم العفراء. ورابعا احتل مثل لماجد بن محمد بن حلفان المري. وخامسا المركز الخامس، سياف سالم بن عبد الهادي بن لملح المري. اذا تهانينا والناموس للفائزين، تهانينا والناموس بالحطم. الفائز معنا في هذا الشوط 7:44 62 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك صوغان الفائز معنا في هذا الشوط سهيل بن محمد بن حطم العامر. المركز الثاني، هذا قعود العطوي، 7:49 60 جزء من الثانية، هملول محمد بن سالم بن عتيق العطوي. تهانينا أبناء تبوك، وشعار العفرة 7:50 40. المركز الثالث، الباسل فهيد بن سالم العفرة المري. تهانينا والناموس، ويسرني في هذه اللحظة أن